ورجعنا لكم تاني ومكملين معاكم في اجيال مع دكتور محمد رفعت وفاطمه مصطفى، وبنتكلم النهارده عن مشاكل الشعر مع اولادنا. في حاجه يا دكتور كنت بقولها لحضرتك قبل الفاصل، لا نقطه مهمه جدا. لحد دلوقتي في جدل علمي على غسيل الشعر. ناس تقول لك الشامبو والبلسم انتوا بتبوظوا شعر ولادكم، واللي تقول لك لا تغسلي شعر بنتك بالشامبو مره في الاسبوع والبلسم بقيه الاسبوع عادي، واللي يقول لك البلسم ده فيه مش عارفه بوتاس وفيه ايه وفيه ايه، ما ينفعش تغسلوا شعركم. طب ما انا كأم اعمل ايه؟ انا ابني بيعرق وبيلعب وبياكل بيحط ايده في شعره، اطفال صغيره لازم نحميهم كل يوم. نعمل ايه الصح وايه الغلط؟ طيب هو اولا غسيل الشعر كتير فعلا غلط، مجهد للطفل ده بشكل عام. يعني المية تكرار الغسيل، عملية الغسيل دي مش حلوة علشان الشعر، هي حاجة حلوة للنظافة انما هي مش حلوة عشان الشعر. طيب ايه الحل؟ ان احنا ما نحميش الولاد وما نغسلهم شعرهم؟ لا، بس جرى العرف يعني او المعدل المنطقي والطبيعي بيبقى مرتين في الاسبوع، من مرتين الى ثلاثة في الاسبوع. بس ده في الصيف يا دكتور مع عيال بتلعب مش منطقي. ما انا بقول لك هو من مرتين لثلاثة علشان نحافظ على الشعر، وانا هنا بتكلم عن شعر البنات. يمكن شعر الولاد لو حميناهم كل يوم او غسلنا لهم شعرهم كل يوم والله ولا بيفرق. يعني هو كده كده العرق ونشاط الطفل. خلوا بالكوا انه الأطفال بشكل عام مميزين بعدم انتظام إفرازات العرق. يعني هو العرق بتاعهم ممكن تلاقيهم ممكن يعملوا نشاط ما، يعني هو قاعد يلعب مثلا بيفك لعبة تلاقيه عرق جدا داخليا، يعني هو نتيجة مثلا أنه بيحاول يفك حاجة أو يفكر في حاجة، في حين أنه مثلا لو خرجنا بيه في الشارع أو الكلام ده كله ممكن دماغه ما تعرقش بنفس الدرجة. هي الفكرة في أنه التذبذب نشاط الغدد العرقية عند الأطفال ده اللي بيؤدي إن إحنا لما بنيجي نشيل الطفل أو نقرب منه نقول إيه ده شعره عايز يتغسل. فأنا عشان كده أنا بقول لا، هي القصة خلي بالك يا دكتور حاجة بتتكلم على الجانب المضيء. أيوه. لا إحنا بنتكلم في عيال مسك بياكل الفراخ في إيده أم فارقها بفروة راسه. أيوه غلط طبعا. لا ده ما هو العيال كلها إحنا بنسيبها تتعود، وحضرتك اللي قلت لنا سيبيه يكتشف الأكل وياكل. أنا يا بنتي أو قعديه على الكرسي وسيبيه ياكل. أنا اللي قلت خطر أجيب لك الحلقة زيها. أنا يا بنتي قلت حصل. طب انا سيبته يكتشف الصلصال ما هو لازم يكتشف. أي. طب ما هو بيحط ايده في شعره فلازم هنغسله بقى. ما هو ده قصدي هنغسله بقى خلاص. طيب سؤال، ما انت ما تقوليليش هيحط فراخ في شعره وما نغسلوش، لازم هنغسله على الاعمار الصغيره. ده منطق هنا مش طب. طبعا على الاعمار الصغيره اللي هو لسه بقى مش فاهم انه ما يحطش ايده في شعره مش هعرف احقق موضوع ثلاث مرات. هل بقى لو انا بغسل شعره كل يوم فعلا اشيل مثلا الشامبو او البلسم واخليه ميه بس؟ طيب هو مبدئيا البلسم ملوش احتياج بالنسبه للاطفال خالص. يعني البلسم ده حاجه اضافيه يعني لتنعيم الشعر وسهوله تمشيطه والكلام ده كله، فده شيء مش مطلوب خالص للاطفال. ليه؟ تمام. لانه طبيعه الشعر بالنسبه للاطفال لا تتحدد الا بعد عمر البلوغ. احنا ما بنعرفش طبيعه شعر الطفل سواء ولد او بنت الا لما الطفل ده يمر بمرحله البلوغ. فكل المطلوب مننا في صحه بقى وطول العمر كل المطلوب مننا فيما هو قبل عمر البلوغ شامبو، الاهتمام بنظافه الشعر خلاص. تمام. فاذا تحقق نظافه الشعر بشامبو خير وبركه، تحققت النظافه بميه خير وبركه. وانا هقول ايه الفرق لما يبقى مثلا في اي مواد دهنيه انت شاكه في ان هي اصابت الشعر او طالت الشعر نتيجه اكل او ما شابه يعني، فهنا بيكون الشامبو له احتياج نتيجة ان الشامبوهات. واحنا على فكرة عايزين نتكلم برضو لسه كتير عن الشامبوهات ومحاذرها وانواعها الكويسة والكلام ده كله، فهنا بيكون الشامبو ضرورة خلاص. انما مثلا لو طفل بيلعب في حاجة فيها تراب مثلا او صلصال زي ما انت قلتي، يبقى هنا المية هي الضرورة. يبقى هي هنا لازم الام تتسم قصدي بالحكمة، وهي اللي تختار نوعية الغسيل او نوعية الغسلة اللي تقررها للطفل، سواء بمية بس شطف يعني كده ولا باستخدام الشامبو، مع التأكيد انه البلسم ليس له ضرورة سواء للولاد او البنات. هنطلع فاصل وبعد الفاصل عايز اتكلم بشده وبتركيز عن موضوع الشامبوهات. ليه بقى؟ هنتكلم على الكوافيرات بس الاول. لا خلي الكوافيرات دول في الاخر، ده لسه جايين معانا قدام شويه بقى مع السن الاكبر بالذات. بص يا دكتور موضوع الشامبوهات ده فيه جدل. انا الجيل اللي كنا بنروح السوبر ماركت مع اهالينا حتى ما كناش بنجيبه من الصيدليه، السوبر ماركت ونشد اي ازازه شامبو شكلها حلو ونمشي. دلوقتي الموضوع وسع قوي وبقى اصل ده فري اوف مش عارفه ايه طبعًا وده انتهاز ايه وحاجه الموضوع يعني عارف بقى فيه لازم اعمل ريسيرش علمي قبل ما اجيب شامبو. ده صحيح. معلش انا اسفه السؤال بقى اللي هقوله لحضرتك اختم بيه اللينك ده ونتكلم فيه اللينك اللي فات. انا الجيل اللي جاي نتكلم فيه اللينك اللي جاي اللي فات ايه معلش بحب مامي الغرب معلش في اللينك اللي جاي. انا مثلا وانا صغيره لما كنت بجيب اي شامبو ومركزش في نوعه
كان شعري تقيل جدا وكانت الدنيا ماشيه. جيت كبرت بقى وبداوا يقولوا لي لا اوثق لا بيتهيألي شعري وقع شعري وقع ونشف. لا بيتهيألي هنتكلم في الموضوع ده بس نطلع فاصل نرجع نكمل. خليكم معانا.